أكاديمية صيدا للروبوتات الفصل 2 تسلسل الحلم 1 مدرسة الحرباء الإعدادية الحلقة 2 24 من سبتمبر 2021 بدأ طريقنا الورقي يوم السبت في 5 صباحا. وصلني والدي وأختي الصغرى أبي جيل الفتاة المستردلة البالغة من العمر 7 سنوات على الجانب الشمالي من المستودع. كان والدي قد أوقف أقطا شاحنته الصغيرة أمام كوكومو بيتش نيوز مقرات بالإضافة إلى سيارات موصل الصحف الآخرين. صعدت أبي جيل في سرير الشاحنة ورمي دراجاتنا للخارج. قالت أنها كانت بطيئة للغاية طريق خرو. كانت هناك خدوش وخدوش على دراجتين بسبب هذه الممارسة لها. قفزت من على ظهرها واصطدمت بالباب الخلفي وأشارت إلى أن والدنا يخلع. مشينا دراجاتنا إلى المستودع واتكناها على الحائط. فتبعت أبي جيل في المبنى. كانت فكرتها أن يكون لها طريق ورقي. لقد أعطاني أهلي المهمة المقدسة المتمثلة في الحفاظ عليها. لقد وافقت على حضور سيدا روبوتكس بسبب المهمة الصعبة المتمثلة في رعاية أبي جيل. لم يكن الأمر أنها أساءت التصرف. كان ذلك كانت الفتاة المسترجلة من خلال وعبر. كانت أقوى ديديا وأسرع مني. شقنا طريقنا إلى المنضدة حيث وضعت السيدة بيل فونت السكرتيرة رزمتان من الصحف أمام أبي جيل. شكرناها وشقنا طريقنا للخروج. قمنا بسرعة بلف الجرائد وربطناها ووضعنا بعضها في المقدمة سلال دراجاتنا. الباقي نضعه في حقائب الظهر الخاصة بنا. ارتدت أبي جيل خوذتها وانطلق. تدافعت وركبت وراءها. أبي جيل انتظر. مثل أي وقت آخر عندما طلبت منها أن تفعل شيئا تجاهلتني. انتظرتني على قمة تل عند تقاطع جي سيل وكينغ هاواي. كنت أتنفس تماما وألهث من أجل الهواء. بدأ طريقها كينغ هاوايان طريق بطول ميل مع العديد من الكلاب المطلقة. رمي أبي جيل الصحف في الساحات الأمامية للمشتركين. تذكرت جدا حسنا من اشترك ومن لم يفعل. بمجرد أن جعلتني أسترجع نسخة من ملف الفناء الأمامي لغير المشتركين الذي رميته هناك عن طريق الخطأ. كما تصادف أن تكون كذلك أحد المنازل التي بها كلاب مطلقة العنان. وصلنا إلى حلقة مرور امتدت أذرعها إلى 3 شوارع أخرى. نحن حافظ على حق. أصبح الملك هاواي طريق شاطئ كوكومو. فقط 25 مزلا هناك اشتركت. الطريق انخفض بنسبة 3%. كان لدي وقت أسهل بكثير هذا الطريق. بحلول الوقت الذي وصلنا فيه إلى منزلنا الأخير من الكائنات الحية، كانت الشمس قد أشرقت بالكامل وكان الضوء خارجا. في الاستراحة التالية، تزوجت والدتنا من أجلنا مع العائلة شاحنة بليكوب. بحلول الساعة 9 صباحا، انتهيت أنا وأبي جيل من مهام المنزل يوم السبت والمسؤوليات. لقد أصبحنا الآن خاليين من الأعمال المنزلية. كانت أبي جيل في غرفة المعيشة مع منزلنا أشقاء آخرنا أكبر سنا، لين البالغة من العمر 14 عاما وإنوخ البالغ من العمر 16 عاما. كانت لعب ألعاب فيديكو. الصوت الوحيد الذي سمع جاء من أبي جيل. كنت في عائلة مجال. كنت أستخدم كمبيوتر سطح المكتب الخاص بهم في سكايب مع زملائي في الفريق. لقد تم إطلاع والدينا على تقدمنا في عمل دونات هول من قبل المدير جاكلين. ولوح حزن على وجهي إشعياء وفاليري. كانت جيد تثرثر عنها الانزعاج من حادث القرصنة. حتى الآن خطتنا لاختراق قبو ثيدا كان أي شيء إلا مكتمل. مجرد فكرة اضطراري للعودة إلى الملك حويان مدرسة ثانوية جونيور ورعاية أبي جيل كل يوم بعد أن وفرت لي المدرسة قدرا كبيرا من الدافع.
في النهاية قررنا أن نلتقي في فينوس بولن في الجزء العلوي من تي هيدا روبوتكس. انضم كاي وموي إلى تيم باربي دول في جهوده للنهوض الخراب في الفريق ديفيد ويليام داكورا. كان علينا أن نلتقي الساعة 12 ظهرا. جايد قالت أن لديها شيء في جعبتها. في اللحظة التي خرجت فيها من غرفتي رأيت والدي تنتظر في الردهة مع أبي جيل. أرادوا مني رعاية أختي الصغرى. أي احتجاج مني سيجعلهم يتساءلون عما أنا بصدد فعله. كنت بحاجة لام الحفاظ على سرية مخطط فريق باربي دول. أعطت أهلي إبهاما لا أعلى. أولا ركبت أنا وأبي جيل دراجاتنا إلى ماريتيم رينتلز للقاء كي وماوي. كالعادة كان المحل مشغولا بالعملاء إما بتأجيرهم أو عودتهم أو تجربة العتاد. شقنا طريقنا إلى الغرفة الخلفية حيث كان كي وماوي الإيجارات المرتجعة. غمزنا وأمئنا ببعضنا البعض. أمسكت رو مكانس وأعطى واحدة لأبي جايل قبلتها بحذر وقالت إن عليها عميد يتقاضون رواتبهم عن وقتها وعملها. بدأنا في الكنس. لقد اكتسحت جانبا واحدا من الغرفة واكتسحت الآخر. مع مرور الوقت تحول انتباه أبي جيل من الاجتهاد العمل على حب الاستطلاع إلى حد التطفل والتحديق. درست بعض العتاد معلق على الجدران. أشارت إلى بعض خزانات الأكسجين وسألت ماذا هم هؤلاء؟ أخبرتها أكسجين تان كاف. يمكن للغواصين أن يتنفسوا تحت الماء معهم. يكمل كنس وقفت ساكنة ورأسها مائل لأعلى وتدرس العديد من فطائر البحرية هيئة. بحلول الوقت الذي انتهى فيه كي وماوي من أعمالهما المنزلية كنت قد أجبت على أبي جيل أسئلة حول أكثر من 40 نوعا من العتاد وشرح بالتفصيل كيفية كل منها دور. لقد اجتاحنا مساحة تبلغ حوالي 10 أقدام مربعة. أخذنا سيارة أجرة السيد آري إلى الروبوتات سيدا. أكاديمية سيدن للروبوتات الفصل 2 تسلسل الحلم 1 أت مدرسة الحرباء الإعدادية الحلقة 2 24 من سبتمبر 2021 بدأ طريقنا الورقي يوم السبت في 5 صباحا. وصلني والدي وأختي الصغرى أبي جيل الفتاة المستربلة البالغة من العمر 7 سنوات على الجانب الشمالي من المستودع. كان والدي قد أوقف أقطا شاحنته الصغيرة أمام كوكومو بيتش نيوز مقرات بالإضافة إلى سيارات موصل الصحف الآخرين. صعدت أبي جيل في سرير الشاحنة ورمي دراجاتنا للخارج. قالت أنها كانت بطيئة للغاية طريق خرو. كانت هناك خدوش وخدوش على دراجتين بسبب هذه الممارسة لها. قفزت من على ظهرها واصطدمت بالباب الخلفي وأشارت إلى أن والدنا يخلع. مشينا دراجاتنا إلى المستودع واتكناها على الحائط. فتبعت أبي جيل في المبنى. كانت فكرتها أن يكون لها طريق ورقي. لقد أعطاني أهلي المهمة المقدسة المتمثلة في الحفاظ عليها. لقد وافقت على حضور سيدا روبوتكس بسبب المهمة الصعبة المتمثلة في رعاية أبي جيل. لم يكن الأمر أنها أساءت التصرف. كان ذلك كانت الفتاة المسترجلة من خلال وعبر. كانت أقوى ديديا وأسرع مني. شقنا طريقنا إلى المنضدة حيث وضعت السيدة بيل فونت السكرتيرة رزمتان من الصحف أمام أبي جيل. شكرناها وشقنا طريقنا للخروج. قمنا بسرعة بلف الجرائد وربطناها ووضعنا بعضها في المقدمة سلال دراجاتنا. الباقي نضعه في حقائب الظهر الخاصة بنا. ارتدت أبي جيل خوذتها وانطلق. تدافعت وركبت وراءها. أبي جيل انتظر.